هنا على رأس الساعة، البرلمان يقيل محافظ صلاح الدين وينهي القراءة الأولى للدعم الطارئ والثانية لحظر التطبيع مع الكيان الصهيوني، ومجلس النواب يخصص أيام الأحد والاثنين والثلاثاء لاجتماعات اللجان النيابية ويحدد موعد جلسته المقبلة. عودة الهدوء بين الاتحاد والديمقراطي، وأعضاء بالحزبين يتحدثون عن لقاءات قريبة للاتفاق على منصب الرئيس، تحرك لإعادة فتح الأسواق المركزية بعد أن تحولت لمباني خربة، والبداية من أسواق منطقة المنصور، والعواصف الترابية تغطي سماء العراق مطلع الأسبوع المقبل، الأنواء الجوية تحذر من انعكاساتها على الطيران والملاحة. الموجز انتهى، إلى اللقاء.